فتح. انا الحقيقه بالنسبه لي انا ما سمعتش ان استاذ فتح حاجه يعني بالعكس عايز تعقيب سريع جدا. هو اشار لي طب ممكن اقول لكم خبر بسرعه قبل طبعا اقول طبعا. الخبر ولا قول خبر اخيرا يا جماعه إيه؟ عشان كل الاهلاويه عندنا عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. احنا مجهزين الجاهز الفيديو ولا طب خلاص خلي خلي الفيديو يقول لهم ايه اللي حصل. Ici c'est le cœur. Ici c'est l'histoire. Ici c'est Halali. وصل وصل زي ما وصل وصل يعني كل حاجه بتيجي في وقتها وكل حاجه بتيجي في مواعيدها. وزي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي بيعلن عن التعاقد مع الفرنسي انتوني مودست رأس حربة. الكل كان ينتظر من سيكون رأس حربة النادي الأهلي خلال هذا الموسم، والحمد لله النهاردة تم الإعلان أخيرا على وجود رأس حربة في النادي الأهلي. رأس حربة عنده بقى ما بين الكلام عن أنه هو كبير في السن والكلام اللي حضراتكم عارفينه ده، أنا شخصيا لا أنظر لمثل هذه الأمور، أنا أنظر لشيء واحد فقط الملعب، وانا محتاج واحد يجيب لي جوان. والله لو جاب لي جون كل ماتش هننسى، هنقول عنده 20 سنه صحيح. مش هنقول عنده لا قدر الله حصل غير كده، هنقول ان هو كان لا يستحق التواجد في النادي الاهلي زيه زي بس اي بس خلوا التجربه لكن خلوا التجربه تمشي ما حدش يطلع يقول يعني بالزبط. في بعض الكلام اللي اتقال او ده مرتبط بالاعلام في لعيبه كتير عندهم 35 انه حد قال غير ان اصدار احكام في كام لاعب عنده 35 حد قال يعني حد قال طلع قال لك ايه، قال لك على لاعب عنده 38 39 سنه ورايح من نادي لنادي اخر قال لك ده ما العمر الا مجرد رقم أيوة. لكن مع النادي الاهلي قال لك ده هيجيب التايهه وهو عنده 35 كل واحد والله. حسب النضاره كل واحد على حسب رؤيته وكل حاجه طبعا. لكن انا اقصد على حسب النضاره والله. فبالتالي النادي الاهلي بيقول عشان نكمل هذه الـ وهذا هذه الحلقه الحقيقه اللي انا بشكركم جدا على ردود الافعال اللي جايه لي، متشكر جدا لحضراتكم، ولكن النادي الاهلي بيعلن التعاقد مع الفرنسي انتوني مودست مبروك الفرنسي رأس حربة للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة.